مستشفى الصداقة الوحيد لعلاج السرطان في قطاع غزة تحول الآن إلى قاعدة لجنود الاحتلال. قبل عدة أشهر تعرض هذا المستشفى كغيره من مستشفيات القطاع لاستهداف مباشر، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة، ذلك بفعل القصف الإسرائيلي ونقص الوقود. في مقطع جديد نشره جندي إسرائيلي عبر حسابه على موقع إنستغرام، يظهر فيه وهو يحطم جهاز الموجات فوق الصوتية وسط ضحكات من قبل زملائه. أما تعليقات مستخدمي مواقع التواصل فكانت: فليشاهد العالم الجيش الأكثر أخلاقية، كما يدعون طبعا. فلنتابع. Thank you.